ومن واشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، رئيس وفد الشارقة الترويجية. أهلا بك الشيخ سلطان. أهلا وسهلا. يعني بداية أطلعنا الشيخ على أبرز ما تم من فعاليات واتفاقيات خلال اليوم الأول من الجولة الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إمارة الشارقة طبعا تشارك بحوالي 21 جهة في هذا الملتقى أو في هذه الجولة الترويجية. ومن خلال هذه الجولة الترويجية الحمد لله مثل ما يعني رأينا في التقرير تم عقد عدة اجتماعات وتم توقيع بعض الاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المسؤولين في أو الشركات الموجودة في أمريكا أو غرف التجارة، وأيضا مع غرفة التجارة في إمارة الشارقة. اليوم هو اليوم الثاني، وإن شاء الله نحن نتمنى خلال هذه الأيام المقبلة أن يعني يكون هناك العديد من اللقاءات. الجدول ممتد إلى نيويورك إن شاء الله، وفي ختام هذا الأسبوع إن شاء الله نختتم جولتنا ونتمنى تكون جولة موفقة إن شاء الله. يعني ما أبرز الأهداف التي ترمون إلى تحقيقها من وراء هذه الجولة؟ هو أهم هدف هو محاولة جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في إمارة الشارقة. طبعا إمارة الشارقة تعتبر من أولى الإمارات التي كان لها علاقة مع الاستثمار الأمريكي من مدى حوالي 60 سنة، ولكن نحن نحاول أن نركز على بعض القطاعات المهمة التي نحاول أن ننميها في إمارة الشارقة، وذلك بالتركيز عليها في اجتماعاتنا وبعقد اجتماعات مختصة في هذه المجالات. إن شاء الله يعني خلال هاليومين لاحظنا الإقبال كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في إمارة الشارقة. نعم، بالتوفيق إن شاء الله الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس مركز الشارقة الإعلامي. شكرا جزيلا لك. شكرا.